انطلقت فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين لهذا العام في جامعة الملك سعود بحضور رئيس الجامعة الدكتور بدران العمر. وأوضح عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبد المجيد الجريوي أن البرنامج التعريفي للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة جاء تحت عنوان همم واعدة لوطن طموح، وذلك لتعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في العمادة وفي جامعة الملك سعود. وللحديث أكثر ينضم إلينا هاتفيا وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور مخلد العنزي. حياكم الله دكتور مخلد، يعني الهدف من وراء هذا البرنامج التعريفي وكم مدته؟ حياك الله يا أستاذ عبد الله والسادة المشاهدين. البرنامج التعريفي الهدف منه كما تفضلت هو تعريف الطلاب بالجامعة والعمادة والأنظمة المعمول فيها في الجامعة، وكذلك تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. البرنامج انطلق يوم أمس الأحد بمرحلة إلكترونية، وينتهي إن شاء الله تنتهي المرحلة الإلكترونية في تاريخ 4 محرم، ثم بعد ذلك في مرحلة تفاعلية بتكون إن شاء الله في تاريخ 14 محرم ولمدة أسبوع كامل. جميل. اليوم الثاني من انطلاق البرنامج، هل واجهتكم أي تحديات؟ والله الحمد، يعني انطلاقا من أمس لما انطلق البرنامج، البرنامج مر بسهولة وسلاسة بالنسبة لأبناء الطلاب في مرحلة إلكترونية. الآن وصلنا قرابة حوالي 3000 من الطلاب من أنجزوا هذا البرنامج الإلكتروني. البرنامج لله الحمد لم نواجه فيه أي تحدي أو مشكلة بسبب التخطيط والإعداد الذي كان مسبق منذ قرابة 6 أشهر بمتابعة ودعم من معالي رئيس الجامعة وسعادة كلاء الجامعة وسعادة عميد السنة الأولى المشترك. نعم، تقصد بالإلكترونية يعني أنه كان عن بعد؟ نعم، في السابق كان في حضور يعني في السنة في اليومين الماضيين. لا، احنا عندنا برنامج التعريف على مرحلتين. أيوة. هناك مرحلة إلكترونية وهذه يقوم الطالب فيها بتعبئة الميثاق، توقيع ميثاق السنة الأولى المشتركة، وكذلك ملء الاستمارة الصحية لتوفير أي رعاية صحية يحتاجها الطالب أثناء دراسته، وكذلك استمارة المواهب واختبار اللغة الإنجليزية لتحديد المستوى. نعم. وهذا يمكن كان في السابق تحدي حضور الطلبة في المرحلة الجامعة، والله الحمد الآن نجحنا في إنهاء كثير من الإجراءات بالنسبة لأبناء الطلبة الإلكترونية عن بعد. جميل. أخيرا دكتور، يعني كل المقبولين هم من حققوا الدرجات التي اشترطتها الجامعة ابتداء للقبول في تخصصاتها المختلفة، ولكن في اختبار تحديد المستوى الذي يتم من قبلكم، هل يشترط نجاح الطالب للاستمرار؟ لا، فقط اختبار تحديد المستوى كما هو مسمى هو لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية. العمادة تقدم 3 مستويات في اللغة الإنجليزية، المرحلة اللي هو الليفل سي وهو يعتبر الأعلى، ثم المتوسط وهو البي، ثم بعد ذلك اللي هو الأقل وهو اي. نعم، يعني يمكن الذي يتجاوز هذا الاختبار أو يحقق درجة عالية أن يعفى من ساعات اللغة الإنجليزية؟ هناك طبعا خطة وضعتها العمادة أو الجامعة بشكل عام باشتراط إنهاء الطلبة أو بعض الطلبة الاختبارات المعيارية مثل اختبار الآيلتس أو التوفل بتحقيق درجة معينة، بحيث أنه يعفى من المقررات اللغة الإنجليزية. أما فيما يخص الاختبار تحديد المستوى هو فقط لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية لدراستها في الجامعة، وليس هناك فيها نجاح أو رشوة. جميل. الدكتور مخلد العنزي وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة لشؤون الطلاب في جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.